عرفنا يا كابتن استعداد النهارده، سبب اختيار النهارده لصالة حسن مصطفى، ايه الاسباب وايه الشروط والمعايير اللي بيخلي الاختيار بيقع عليها؟ الصالة دي صرح كبير جدا، مجهزة فوق ما تتخيل، فوق ما تتصور، يعني فيها كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر كمان. ما شاء الله صالة كل اللي بتحلم بيه تلاقيه موجود فيها، وصالحة أو يعني مجهزة لكل حاجة، حتى البارالمبي يعني اللي هم المعاقين لما يجوا يلعبوا بطولات، انت عارف المعاقين دول بيبقى فيهم ناس ماشية على كراسي، فمعمول حساب الكلام ده كله في الرمب، في الطلوع، في الأسانسيرات، حتى فيها فندق، فيها مطعم، تبقى قاعد وانت بتاكل في المطعم شايف من الإزاز الملعب وشايف الطاولات وشايف زملائك هم بيلعبوا. صالة فيها كل ما تتخيله، عشان كده هي يعني بنفخر بيها جدا. ولسه عاملين احنا من قيمه حوالي تقريبا شهر عملنا بطوله مصر الدوليه للبارالمبي، ودي شارك فيها عدد كبير من الدول، والحمد لله مصر حققت فيها نتائج رائعه جدا، والقائمين على الاتحاد الدولي اللي هم اللي بينظموا البطولات على مستوى العالم ومسؤولين عن الكلام ده اشادوا جدا بالتنظيم وبالصاله وبالمكان وبالاجراءات، لان البطوله دي احنا بنقعد فترات طويله جدا نجهز فيها، يمكن يعني اكتر من شهر، يعني لسه بقول لحضرتك البطوله دي كانت من حوالي شهر، والبطوله دي بتاعتنا الحاليه اللي هي بطوله مصر الدوليه للناشئين دي بدات النهارده. الفتره الشهر اللي بينهم ده احنا ما نمناش، كل ده تجهيزات للبطوله اللي بعدها، تجهيزات كتير جدا فوق ما تتخيل، الناس ما تعرفش ايه اللي بيتعمل في التجهيزات دي، يعني الإقامة والإعاشة، ترتيب التجهيز، التأشيرات بتاع الوفود اللي جاية واللاعبين اللي جاية، وسائل النقل اللي هتنقل الناس دي من المطارات للفنادق، والتنقلات بتاعتها كلها من هنا لهنا. مش قادر أقول لك يعني عملية التجهيز والتنظيم للبطولة بتاخد جهد ووقت قد إيه في التجهيز للبطولة دي. الحمد لله إحنا نجحنا في الموضوع ده جدا في البطولة اللي فاتت وفي كثير من البطولات قبل كده، ودي النهاردة البطولة دي فيها 23 دولة مشاركة، أكتر من 250 لاعب ولاعبة من جميع دول العالم، يعني مش قادر أقول لك الناس كلها مبسوطة قد إيه بالمكان وبالتنظيم وبالإجراءات اللي بتتعمل وبالراحة اللي هم شايفينها، لأن هم أغلبيتهم أو معظمهم مقيمين في الفندق اللي في نفس الصالة، فبينزل بيوفر عليه وقت الكلام ده، ينزل يتدرب وينزل يلعب وينزل يعمل ماتشاته حتى وهو بياكل فوق شايف فالحمد لله احنا تمام في البطوله ديت. وكذلك عندنا بعد شهر تقريبا بطوله في فرنسا هيشارك فيها منتخب مصر البارالمبي، بعدها برضه بفتره بسيطه في بطوله العالم للناشئين والناشئات في سلوفينيا.